تكوين 43 وكان الجوع شديد في الأرض. وحصل لما خلصوا أكل القمح اللي جم بيه من مصر إن أبوهم قال لهم ارجعوا اشتروا لنا شوية أكل. فقال له يهوذا الراجل شهد علينا وقال ما تشوفوش وشي من غير ما يكون أخوكم معاكم. لو كنت تبعت أخونا معنا ننزل ونشتري لك أكل، ولكن لو كنت ما تبعتوش ما ننزلش، لأن الراجل قال لنا ما تشوفوش وشي من غير ما يبقى أخوكم معاكم. فقال إسرائيل ليه أسأتولي وقلتوا للراجل إن ليكوا أخ كمان؟ فقالوا الراجل سأل عننا وعن العشيرة بتاعتنا وقال أبوكوا لسه عايش ليكوا أخ. فقلنا له بحسب الكلام ده هو احنا كنا نعرف إنه هيقول لنا انزلوا بأخوكوا. وقال يهوذا لإسرائيل أبوه ابعت الصبي معايا عشان نقوم ونروح ونعيش وما نموتش احنا وانت وولادنا كلهم، انا اضمنه من ايدي تطلبه اما جيتش بيه ليك ووقفته قدامك ابقى مذنب ليك كل الايام، لاننا لو ما كناش كسلنا كان زماننا رجعنا دلوقتي مرتين. فقال لهم اسرائيل ابوهم لو كان كده يبقى اعملوا كده، خدوا من افخر محصول الارض في الاوعية بتاعتكم ونزلوا للراجل هدية شوية بلسان وشوية عسل وسمغ ولاد وفزدق ولوز، وخدوا فضة تانية في ايديكم والفضة اللي رجعت في طرف الاكياس بتاعتكم ردوها في ايديكم يمكن كان نسيان، وخدوا اخوكم وقوموا ارجعوا للراجل. والله اللي يقدر على كل حاجة يديكوا رحمة قدام الراجل عشان يسيب لكم اخوكم التاني وبنيامين، وانا لو عدنت الاولاد عدنتهم. فاخذ الرجال الهدية دي واخذوا ضعف الفضة في ايديهم وبنيامين وقاموا ونزلوا لمصر ووقفوا قدام يوسف. فلما شاف يوسف بنيامين معاهم قال على بيته دخل الرجال البيت واذبح ذبيحة وجهز لأن الرجالة حياتها معايا في الظهر. فعمل الرجالة زي ما يوسف قال ودخل الراجل الرجالة لبيت يوسف. فخاف الرجالة لما دخلوا بيت يوسف وقالوا بسبب الفضة اللي رجعت في الأول في الأكياس بتاعتنا احنا دخلنا هنا عشان يهجم علينا ويوقعنا وياخدنا عبيد وياخد الحمير بتوعنا. فطلعوا قدام للراجل اللي على بيت يوسف وكلموه في باب البيت وقالوا له اسمع يا سيدي احنا نزلنا الاول عشان نشتري اكل، وحصل لما جينا للبيت اننا فتحنا الاكياس بتاعتنا وكانت فضت كل واحد في طرف الكيس بتاعه فضتنا بالوزن بتاعها واحنا ردناها في ايدينا ونزلنا بفضة تانية في ايدينا عشان نشتري اكل، ما نعرفش مين حط الفضة بتاعتنا في الاكياس بتاعتنا. فقال سلام ليكم ما تخافوش إلهكم وإله أبوكم إداكم كنز في الأكياس بتاعتكم فضتكم وصلت لي. بعدين خرج لهم شمعون ودخل الراجل الرجال البيت يوسف وإداهم مية عشان يغسلوا رجليهم وإداهم علف عشان الحمير بتاعتهم وجهزوا الهدية لحد ما يجي يوسف الظهر لأنهم سمعوا إنهم هناك هياكلوا أكل. فلما جه يوسف للبيت حضروا له الهدية اللي في ايديهم للبيت وسجدوا له لحد الارض. فسأل عن سلامتهم وقال ابوك الشيخ اللي قلتوا لي عنه سليم هو لسه عايش؟ فقالوا ابونا عبدك سليم هو عايش لسه. وركعوا وسجدوا فرفع عينيه وشاف من يمين اخوه ابن امه وقال هو ده اخوك الصغير اللي قلتوا لي عنه. بعدين قال الله ينعم عليك يا ابني. واستعجل يوسف لان مشاعره حنت لاخوه وطلب مكان عشان يعيط فدخل المخدع وعيط هناك. بعدين غسل وشه وخرج وتماسك وقال قدموا اكل. فقدموا له لوحده وليهم لوحدهم وللمصريين اللي قاعدين عنده لوحدهم لان المصريين ما يقدروش ياكلوا اكل مع العبرانيين لانه نجاسه عند المصريين. فقعدوا قدامه البكر على حسب البكرية بتاعته والصغير على حسب صغر سنه. فبص الرجال لبعض مذهولين ورفع نصيب أكل من قدامه ليهم. فكان نصيب بنيامين أكتر من نصيبهم كلهم 5 أضعاف وشربوا وتروى